مسك الختام هايدي وعباس. راح بعد في عباس واحد ليه البسك الختام؟ انا عم بدي كثير اه Hi.
بدي أقول لك هايدي من قلبي. You nailed it. يعني إنه عملتي performance بالنسبة لي رائعة جدا بتليق بستار أكاديمي تقريبا بالفينالات تبع بآخر الإبيزودز يعني بآخر الحلقات. هذا مخل هذه مسميها great performance يعني performance جد رائعة. هذه عندك شيء لازم أقول لك يعني لما تشوفي حالك عم بتغني حلو كتير بتتلبكي بتتلبكي وبتتفركشي بأصغر التفاصيل. بتغني قصص كتير حلوة وصعبة، مش إنه حلوة بس قصص صعبة بتقوليهم بسلاسة فظيعة. بتتفركشي مرات بعرب صغيرة بلا طعمة أنت مرقة عليهم هيك مرور الكرام. هاي معناتها أنك بتكوني مصدق حالي كتير عم تغني حلو بتتلبك بقول عم بغني حلو أوكي ما بصير خايفة تقشتي بقصة صغيرة. انت قوية بدي منك بس تشتغلي اكتر على الثقة بالنفس. عندك ثقة بالنفس يعني الخوف وكل هيدا ما يشابه الوقفة على المسرح والتعاطي مع الكاميرا ومع الناس ومع الجمهور، يعني كل شيء انتراكشن مع العالم بدها صلابة اكتر، بدها قلب قاسي شوي. انت قلبك مش ضعيف بس قلبك طري بده خبرة. بس كتير حبيت اللي عملتي جدا عباس، غنيت حلو كتير بس محل ما قلت لك بالمقاطع العالية بالنسبة لي كان شوية عييت أكتر من أنت عم جرب تسيب المغنى. ومثل ما عطول منقول بالدواتس عطول بالديو يعني كل شيء ديو في حدا بينظلم. ومثل ما نعرف عطول مرة بتغني أكتاف أعلى من الرجال أو البنت بتغني فيميل ميل عطول فيميل بتغني أكتاف أعلى. فأنت عم جرب تغني عطبقة أو طب لا بس أنه بالنسبة لك مزعجة صار صوتك بطل بالريجيستر المحمول نسمعه، صار صوتك صغير وصار هيك رفيع ونزال وانت عم تثبت نوتاتك. مغنيه كتير حلو بس الريجيستر تبعك تغير عن النوتات العالية. فهذا هو هي الدوات سيب بالمطلق بتظلم حدا عطول يا المرأة يا البنت يا الصبي يا الرجال. فانت انظلمت بهالغنية بس غنيت حلو كتير ثبتت كتير نوتات حلوة. الشرق تبعك كان ثابت جدا عكس مروان ب مروان شو جيش مروان مروان غنى ايه بخالديه باول بيرفورمانس مش بطبله سوري مش ايه عم خبص شو حاطين لي بهيدا سكر منا اكيد مش عم سم مروان بيتمنى يسمم لي بس انه بالضبط ولا ما انا بتشع انت يعني قلبك يسمم لك يا خيي بطقس تشروق كمان. طيب بدي اقوله انه ضيعت بس بالهدا بدي اقوله انه ثبات نوتات الشرقي عند عباس اقوى من مروان بغنيه خالديه تبع عاصي الحلاني.